وجاي على بالك تلبسي فستان أبيض؟ فستان؟ طيب ليش أبيض؟ يعني الواحد بحن لأيام الشباب اللي كان بيلبق له يلبس فيها فستان. لا حبيبي، أنا لهلا بيلبق لي ألبس فساتين، وإذا بتحب بفرجيك. أكيد بحب، ويا ريت يكون الفستان فستان عرس كمان. فستان عرس؟ وليش فستان عرس بالتحديد؟ ميدو، أنا بعد سنين هالغربة كلياتها كان لي تجربة زواج من أجنبية ما زبطت، والقدر رجع جمعنا أنا وإنتي، أكيد مو عن عبس. برأيك ليش رجع خلانا نلتقي؟ مشان نرجع نكمل شي بلشناه من زمان، وبوقت القدر ما خلانا نكمل. شو قصدك؟ قصدي إنه صار وقتها أنا وإنتي نتزوج، هذا إذا ما عندك مانع، وخاصة بعد هاليومين اللي قضيتهم عندكم، حاسس حالي منكم وفيكم. بقى شو قلتي؟ الوحدة بهيك ظرف بتقول سأل أبي أو سأل إخواتي، وأنا ما عندي. شو يعني؟ يعني بدك تسأل أولادي، هن كل عيلتي، وبالآخر أنت بدك تكون جوز أمهم وأبوهم، بقى لازم أخذ موافقتهم. فهمان هالشي، المهم أنت موافقة ولا لا؟ ولك يقبرني اللي بيخجل أنا. رح أعتبر سكوت علامة الرضا والموافقة. أعتبر شو ما بدك تعتبر، بس المهم موافقة الأولاد بالأول. ليك أنا المساء بخبرهم وبرد لك خبر. بدنا نستنى للمساء؟ هلأ على الفطور بنسألهم وخلصنا. ولا مو ناويين تفطرونا؟ نعم بلا، بيكونوا البنات جهزوا ورح أقوم شوفهم، بس ما لنا مستعجلين. خير البر عاجله، دق الحديد هو حامي. يلا أنا بستأذن يا جماعة. أخذت مصاري؟ إيه خد كمان زيادة من الدرج، بركي بدك تجيب لها شي قطعة ذهب لساندي. روح. إذا بتسمحوا لي الحلو أنا رح أجيبه على حسابي. إيه وأنا رح أحضر لهم أحلى عشاء. ما بتعملي شي عمو، ما بتعملي شي نهائي. أنا بدي أجيب كله على حسابي كرمال هذا البطل. لا عمو تميم، ما بدنا نكلفك معلش. لك ما فيها كلفة يا عمو، ما فيها كلفة. رح أكون كثير فرحان بهي القصة. ورح أكون فرحان أكثر إذا بتوافقوا نجيب خاتمين ثانيين. إلي ولا ميادة؟ خاتمين إلك ولا ماما؟ إذا ما عندكم مانع طبعاً. مثل ما بتعرفوا إنه ميادة هي حب الشباب وأول حب إلي، وأنتوا بعد شوي كلياتكم رح تتزوجوا مثل سمير وسميرة، ورح نضل نحن لحالنا. يعني هيك نتعكز على بعضنا بآخر حياتنا. شو قلتوا؟ ايه وماما انت موافقة على هذا الموضوع؟ حبيبتي سمر، انا بعرفك قديش معلقة بابوكي وبتحبيه، بس نحن متفقين اذا انتوا ما وافقتوا ما بنكمل القصة. لا ماما، مو قصة ما تكفي بالموضوع، يعني انتوا فاجأتونا، وخاصة انه نحن عم نفرح لسمير، يعني بس تلبكنا. ماكن حق ماكن حق عمو. أنا بدي لكم شغلي، أنا بعرف أنتوا قديش بتحبوا لبابا الله يرحمه، وبعرف أهميته عندكم، ويعني بصراحة يمكن هذا الشيء كتير شجعني وخلاني أتمسك بطلب الزواج وبهالوقت هاد. يعني أنا بكسبكم أنتوا كمان، يعني ما بعرف إذا كان بيكون في عندي أولاد كنت بتمنى يحبوني نص الحب اللي بتحبوه لأبوكم. إيه بس أنت منك البابا، ونحن كيف بدنا نحبك؟ سمر عيب تحكي بهالطريقة. تركية تركية ميادة، هاي ردة فعل طبيعية. عمو حبيبتي أنا ما عم بطلب منكم تحبوني، أنا عم بطلب منكم إنه نلبس المحابس بس، يعني إذا ما عندكم مانع ما رح نتزوج فورا، وبالفترة الجاية بتشوفوني، يعني بالفترة اللي أنتم بتحبوها بتقرروا. إذا شفتوني أنا مالي نافع لأكون زوج بالست الوالدة، أنا مستعد انسحب من حياتكم فورا. تميم، أنت صار لك يومين عنا، يعني جربوك وصار الوقت إنه ياخدوا قرار. أنا من جهتي موافق. ما قلتلكن؟ قلتلكن إنه أنت صرت من يمن لأنه هي وافقت على خطبتك أنت وساندي. سمر، عيب عليكي، هي اسمها اللي تأدب. وأنتو؟ شو؟ شو رأيكم، موافقين ولا لا؟
هاي الشروط كلها موجودة عند الأستاذ تميم، ولا هيك بس علت؟ واضح انكم متفقين ومخططين للموضوع كتير منيح. عمو يمكن نكون متفقين بس صدقيني مو مخططين. وميادة ما عرفت بنيتي بالزواج إلا اليوم الصبح قبل الفطور. اسمعوا، انتوا عم تعقدوها كتير، وأنا مشيت على كيفكم لهون وبس. يكون بعلمكم أنا اليوم أنا وتميم رح نلبس الخاتم مع سانتي وسمير، واللي مو عاجبه لا يعجبه. ميادة طولي بالك، ما بيصير هيك. مو شايفهم كيف عم يعاملوني وكأنه أنا مو من حقي أعيش؟ لا ماما، من حقك تعيشي. مبروك. مبروك ماما. مبروك. من قلبكم؟ من قلبنا. شكرا، شكرا كثير. أنا فايت أغير أوعي. شكرا لأنكم فكرتوا بسعادتي اللي حقيقة ما رح تكمل إلا إذا سمر باركت لي. سمير، مبروك ماما. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك عمو تميم. الله يبارك في عمرك حبيبي، أعمالك إن شاء الله. زبطت معك يا ميادة. والله منو هين هالتميم، شب حلاوة وهيئته معه مصاري. بعرف انك مالك نايمة، بس بدي اياكي تعرفي انه انا بحبك كتير كتير، وبموافقتك تكمل سعادتي. تصبحي على خير ماما. صباحو يا عمري. يلا ها ارسميني. شو بلشتي؟ صباح الخير. شو وينهم اخواتك؟ بالوضع فرضي يتدربوا. ييييي تعال بتدرب معك اذا بدك. لا ما بدي اتدرب. شو وين الشباب؟ مالي شايفهم؟ ما بعرف شو صاير لهم، كثير متغيرين، يصطفلوا بكره بيروقوا لحالهم. ولا يهمك، شيء كثير طبيعي يعملوا هيك، كثير طبيعي. بعرف. المهم انت شلون عزماتك؟ جاهزة. بكره على العرس ها؟ من لك قهوة؟ ايه.
مش كل الناس بتتغير لما شوي بعمرها بتكبر، يمكن من جوا عم تبقى طفل صغير قلب محير. كلام الناس ما بيعني لما بتعشق، لما تغني، لما تشوف الدنيا جني، كل الحدود بتتبخر. وبيسألوا شو صار في أنا، شو صار إحساسي مش ختيار لكن حظه معدار. وبيسألوا شو صار في أنا، شو صار إحساسي مش ختيار لكن حظه معدار. أهلين ماما، طمني، مو كان عندك مباراة اليوم؟ شو صار معك؟ إيه ربحت. مبروك. ويش بدك تبارك له؟ ما مبروك سمير، ألف مبروك. ما بدك تشوفي المسلسل؟ لا حبيبتي، مو جاي عبالي. انت ما بتروحي ولا حلقة؟ معلش هالمرة بدي روح. شو صاير له؟ يصطفلوا حاجة غريبة، حاجة غريبة. شو عريس؟ شكلك موتر. لك لا، مو قصة متوتر، بس يعني تأخرنا على المعازيم بالصالة، عيب. عمو سميرة، مو كان لازم تقومي تساعدي أمك؟ ايه بلا عمو، بس هي طلبت انه تجهز حالة لحالة. خبرونا انه شهر العسل بماليزيا، مزبوط؟ ايه والله، الطيارة بعد الحفلة فورا. الله يهنيكم. شكرا. مش كأنه طولت ما تخاله؟ بلا حبيبتي، معك حق. يلا حقوم شوفها وينها. ميادة ليش هيك لابسة؟ خير شو في؟ ميدو شو في؟ في شي؟ في ضحكة ولادي اللي ما عاد سمعتها بالبيت، في حنية ولادي وجنانهم يلي يمكن آخدينه مني، واللي على قد ما بكرهه على قد ما بحبه ما عاد حسيته بالبيت. في خوفهم على بعضهم وخوفهم علي، لأنه نحن عائلة واحدة. تميم أنا آسفة، أنا بس أنا إذا بتجوزك رح أخسر ولادي يلي ما ضل لي غيرهم من بعد المرحوم أبوهم، واللي كل يوم عم بكتشف إنه قديش كانت تربايته منيحة. تميم بصراحة، لا أنت ولا غيرك ممكن يكون زوجي. ولا يهمك بي.
يا دولي ولا يهمك بيدو. مع كل هاد أنا ما رح أقطع حبال الأمل، رح ضلني مستني كل العمر. ولو أني متأكد أنه أولاد مثل أولادك لا يمكن يتركوا أمه، بس بدي أتمنى هذا الشيء. وإن شاء الله إن شاء الله أقدر أعيش معك ولو يوم واحد. عن إذنكم كنا عارفين ماما أنا ما رح تتركينا أبداً. إيش في عندي أغنى من كل أترككم؟ عملياً هلأ بلشت الحفلة. دكتور زياد. مين؟ دكتور زياد. قلبي قلبي ماما رد عليه ولا يجي بسرعه. ماما يا امل.